مدافع ليفربول السابق بيتكلم عن محمد صلاح وبيقول: من وجهة نظر ليفربول عقد صلاح الجديد مش هيكون بس عشان بيلعب حلو في الملعب او عشان اللي بيعمله في الملعب ايا كان اللي بيعمله ايه. وقال: وكلنا عارفين طبعا ان حاليا محمد صلاح افضل لاعب في العالم، لكن ليفربول مش هتجدد له عشان كده. بيقول: لازم تفكروا كويس ان محمد صلاح بيجيب ايرادات كبيرة للنادي، الناس كلها بتيجي انفيلد عشان يشوفوا صلاح. بيتكلم عن القمصان اللي يعني تيشرتات محمد صلاح اللي بتتباع في العالم كله. بيقول: محمد صلاح حاليا ايقونة، اللي هو اسطورة يعني. بيقول: الحاجات دي كلها بتلعب دور مهم جدا لاي لاعب. وبيقول: ليفربول اكيد عارفة كويس ان محمد صلاح مش مجرد لاعب جوه الملعب، وكمان بره الملعب بيجيب لهم ايرادات كبيرة جدا. بيقول: لا اعتقد ان مفيش اي شك ان صلاح هيجدد مع ليفربول. قال: الموضوع بس محتاج له كام يوم، والايام الجايه هتسمعوا خبر ان صلاح مجدد عقده مع ليفربول. يا اسطى اسمع من بقك ربنا، والله انا اتمنى. وائل جمعه مدير منتخب مصر بيتكلم في تصريحاته، بيقول: بنوعد الجمهور بمشاهده اداء ونتائج مميزه جدا خلال كاس امم افريقيا. وبيقول ان جهاز المنتخب، جهاز الفني، تعهد على تقديم كل اللي عنده يعني عشان ننافس على البطوله. المنتخب ينتظر المساعدة والمساندة من الجماهير والجميع خلال مشوار البطولة ومن بعدها تصفيات كاس العالم. القائمة النهائية للمنتخب لسه بتتعمل وحاليا في مرحلة المشاورات اللي هو بيتفقوا يعني. وبيقول ان كارلوس كيروش يوم 29 ديسمبر هيكون متواجد في المنتخب، وساعتها هيكون خلاص قرر القائمة النهائية قبل ما يوصل. يعني اول ما يوصل يعني 29 ديسمبر او 30 ديسمبر هيكون قال القائمة النهائية. واول تدريبات المنتخب يوم 30 ديسمبر بشكل مفتوح، يعني مش تدريب جامد يعني. ويوم 31 ديسمبر هو اول تدريب بجد، ساعتها هيكون القائمة النهائية موجودة، فهم دول اللي هيكونوا بيتدربوا بس، ومستنيين ساعتها باقي المحترفين عشان يتدربوا معاهم. اخبار على السريع يا اسطى، فيليب لويس لاعب اتلتيكو مدريد بيقول: سيميوني بيدي توجيهات للفريق بالطريقة اللي هو عايز يلعب بيها، كان في مباريات معينة بيطلب مني ان انا ما اطلعش هجوم خالص، وبيقول بيخليك تلعب عشان الفريق بس مش عشان نفسك. ابراهيموفيتش في حدث حصل في ميلانو عشان يروج للكتاب الجديد بتاعه اسمه ادرينالين. في الكتاب تقريبا بيقول: الكرة الذهبية حاجة جميلة جدا، لكن انا مش محتاج ليها عشان اثبت ان انا الافضل. ابراهيموفيتش: ماشي ماشي. امبارح في دبي امبابي بيوقع على قميص مشجع لريال مدريد. لا ازاي يا جدع، ده انت لسه في باريس يا اخي، استنى لما تروح. حتى رالف رانجيك مدرب مانشستر يونايتد بعد مباراة نيوكاسل واليونايتد قال: احنا النهاردة فزنا بنقطة ومخسرناش نقطتين. مش فاهم قصده ايه، بس ده لغز هو قاله. جماهير نيوكاسل يونايتد بعد ما في ماتش اليونايتد جوه الماتش كانوا رافعين علم ان هم عايز يوقعوا معاه يعني ويروحوا نيوكاسل يونايتد وكده. اخبار على السريع يا اسطى، بعد خسارة ليفربول الساحقة، ليفربول عمل 17 تسديدة، 4 بس منهم على المرمى. انت متخيل الرقم؟ 4 بس على المرمى من ال 17، ده رقم سيء جدا. ابو تريكا في بين سبورت بيقول: محمد صلاح النهارده مش هينام الا لما يفكر هو ازاي ضيع ضربه الجزاء. احصائيه سلبيه لمحمد صلاح لاول مره من 2017، محمد صلاح بيضيع ضربه جزاء في البريمير ليج. انتوا متخيلين من 2017 ما ضيعش ضربه جزاء؟ اوف يا جدعان، شوف من امتى. عشان كده الجماهير كلها كانت مش مصدقه ان صلاح ضيع ضربه جزاء، من كتر وثقنا في الراجل يعني خلينا ان هو ما بقاش بيضيع خالص. والله يا جدعان هو بني ادم عادي. لحد دلوقتي صلاح برضه هو الهداف، وكمان هو اعلى واحد في الاسيستات، مازال متربع على عرش البريمير ليج من كل النواحي بعد خساره ليفربول. طبعا برشلونه بعد ما تعاقدت مع فيران توريز دلوقتي بيدوروا على ظهير ايمن. تتوقعوا مين اللي يجي ظهير ايمن؟ شمايكل حارس ليستر سيتي بيتكلم عن تصدي لركله جزاء بتاعت محمد صلاح. اول حاجه قالها: الفوز كان مهم جدا بالنسبه لينا. طبعا يا اسطى الفوز مهم بالنسبه ليكم، بتخسروا من توب الارض وجايين قدام ليفربول وتقلبوا ليه كده. وقال: في مباراه مانشستر سيتي قدمنا شوط تاني رائع، وعلى الرغم من الارهاق لعبنا ماتش كويس جدا قدام ليفربول، وده لازم يتضاف لرصيدنا. بيقول: احنا دايما بنحب ان احنا نهاجم ونستحوذ على الكوره، لكن في بعض الاوقات قدام الفرق الصعبه زي مانشستر سيتي وليفربول لازم تدافع وتلعب على هجمات مرتده. وقال: الفوز كان ممتع جدا ولازم نرتاح بعد مباراه زي دي، والحظ كان معانا جدا النهارده. وبالنسبه لركله الجزاء، انا ما درستش اي ركلات جزاء لمحمد صلاح، بس انا كنت حاسس ان هو هيلعبها في المكان ده، والحظ حالفني جدا. ايوه يا اسطى الحظ حالفك انت، وخبط محمد صلاح في الحيطه. من 2017 محمد صلاح ما ضيعش ولا ضربه جزاء، وجاي يديها النهارده في 2021، داخلين في 2022. طب كنا ندخل 2022 طبعا كده، بضيع يا اسطى.